ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير، وعشان كده بقى النهارده راجعه لكم بفيديو حلو قوي كله نشاط وحماس من مكان كلنا بنحبه، من دريم بارك. هتقضوا بقى معايا يوم حلو جدا، وهتشوفوا بقى الالعاب كلها. بس قبل ما نروح نشوف الفيديو، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب لو انتم لسه جداد في القناه. تعالوا بقى نروح نشوف عملنا ايه في دريم بارك. وطبعا كلنا عارفين ان دريم بارك في مدينة 6 اكتوبر، وسعر التذكرة السيلفر دلوقتي ب175، وطبعا في انواع تذاكر تانية بقى، ممكن تكون تذكرة بوجبة او تذكرة الفاميلي، في كذا طبعا عرض ممكن بقى تسألوا عليه. وبالنسبة للاطفال لأقل من 3 سنين مجانا. وطبعا في برضو بعض الالعاب برسوم، ده كله برضو هكلمكم عليه خلال الفيديو ان شاء الله. وبالنسبة للمواعيد، مواعيدها من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 7 من السبت للخميس، أما يوم الجمعة من 10 لغاية 9 بالليل. واليوم اللي احنا روحنا فيه بصراحة اليوم كان حلو جدا، وكان الجو مشمس. كنا خايفين بقى لحسن يبقى فيه مطرة أو حاجة، بس الحمد لله اليوم طلع جميل جدا واستمتعنا. وروحنا في يوم كان في وسط الاسبوع، وبصراحة كان حلو جدا، لان فعلا في وسط الاسبوع غير الايام اللي هي بتاعة الويك اند وكده، بتبقى الدنيا هادية وبتبقى الاعداد قليلة على الالعاب، فممكن تلعب اللعبة اكتر من مرة، فبصراحة حاجة حلوة. اللي عايز يروح دريم بارك يختار فعلا ايام في وسط الاسبوع ويبعد عن ايام الويك اند.
وبالنسبة بقى للأكل عادي ممكن ناخد سندوتشات، وممكن ناخد طبعا حاجة حلوة بقى للولاد وشيبسيات وكده. أما بالنسبة بقى طبعا للصواني والعيلة والحاجات دي طبعا ممنوع، ممنوع دخولها. وكمان بالنسبة بقى للمطاعم اللي هناك على فكرة بيقدموا أكل كويس جدا بقى، كريب وسندوتشات وبأسعار حلوة جدا، يعني ممكن ناخد الحاجات الخفيفة دي معانا ونجيب الأكل من هناك. أما طبعا هناك بقى بالنسبة للمية والبيبسي وكده، فهي اللي هناك الأسعار مبالغ فيها، فاحنا ممكن ناخد المية والبيبسي معانا طبعا بدل ما نشتريهم من هناك. بالنسبة بقى للألعاب اللي داخل التيكت، في ألعاب كتيرة حلوة زي الشلال، الغسالة، قطار الشرق، دوامة القيصر. أما بالنسبة بقى للي بفلوس، ففي مثلا بأربعين جنيه زي القطار الطائر اللي احنا بنقول عليه قطر الموت والصاروخ، وبالنسبة للي بخمسين جنيه في سباق السيارات وديسكفري، واللي بخمسة وستين قلعة الرعب. وبكده بقى انتهت رحلتنا في دريم بارك، كانت رحلة جميلة جدا. طبعا انا مصورتش بقى كل الالعاب، اخترت العاب معينة بقى، الالعاب اللي انا ركبتها. كان يوم حلو فعلا، الواحد محتاج ان هو يفصل عن بقى الشغل بقى والروتين، ويروح كده بقى يخرج كل الطاقة والحماس. كان يوم حلو والجو جميل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.